شعارنا هذه الدورة حورس الرؤى، هذا الذي جاء من صلب من توهمت قوى الشر أنه قد فنى، لكنه عاد ليهب الحياة صقرا يقتفي أثره ويواجه قوى الظلام بعينه الثاقبة، تماما كما قدر للعدسة أن تواجه قوى التخلف. حورس يرى ما لا يراه من حوله، والعدسة تستشرف ما لا يستشعره الآخرون. لجنة التحكيم هذا العام هي لجنة أكاديمية برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة عميد المعهد العالي للسينما، وعضوية كل من الأستاذة الدكتورة ليلى فخري رئيس قسم الرسوم المتحركة بمعهد السينما، والسيناريست سناء الشيخ رئيس قطاع الإنتاج بالتلفزيون، والمخرج عمر الجاسر مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة من السعودية، والمخرج علي المطيري رئيس اتحاد المنتجين العراقيين من العراق. لجنة المشاهدة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد خيري رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وعضوية الأستاذ الدكتور هشام جمال رئيس قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، والأستاذة الدكتورة إيمان يونس رئيس قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما. المكرمون الفنانة رجاء الجداوي، المخرج محمد كامل القليوبي، المخرج سيد سعيد، المخرج علي الغزولي. الدورة باسم المخرج الراحل سعيد مرزوق. الدورة مهداة إلى القوات المسلحة. ضيف شرف المهرجان جمهورية الصين الشعبية. ضيف شرف المهرجان من مصر المخرجة إنعام محمد علي. فيلم الافتتاح الفيلم التسجيلي مسيرة قائد إخراج وفاء عبد الله إنتاج الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون. الندوات: الندوة الأولى الأحد 7/12/2014 بعنوان الإنتاج المشترك بين مصر والدول العربية. يدير الندوة الإذاعي الكبير شريف عبد الوهاب. ضيف الندوة المنتج السعودي محمد الغمدي رئيس جمعية المنتجين والموزعين السعوديين. المنتج المصري نظير ضيف الندوة من غرفة صناعة السينما. الندوة الثانية يوم الاثنين 8/12 بعنوان المخرج الراحل سعيد مرزوق. يدير الندوة الناقد والسينمائي الأستاذ علي العتر. الندوة الثالثة بعنوان الطريق إلى إيلات بين الواقع والسينما. ضيوف الندوة الفنان الكبير عزة العليلي، المخرجة إنعام محمد علي، والأبطال الحقيقيين لإيلات البطل عمر عز الدين والبطل نبيل عبد الوهاب. عروض المسابقة الرسمية تبدأ في تمام الساعة 5 مساء وتنتهي في الساعة 9 مساء. عروض بانوراما المهرجان تبدأ في الساعة 10 حتى 12:30.
الدول المشاركة 21 دولة عربية وأوروبية: مصر، أرمينيا، تونس، العراق، ليبيا، أذربيجان، باكو، الأردن، فلسطين، الجزائر، اليونان، الصين، سلطنة عمان، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، روسيا، بولندا، بريطانيا، بلغاريا، هايتي. الأفلام المشاركة في المهرجان 91 فيلم، ما بين أفلام تسجيلية وروائية قصيرة وأفلام تحريك.